الأهل الطيبين الزينين في كل مكان، مرحب حبابكم عشرة، بنحييكم من بلد التغى والتقابة، بلد الحفظة، بلد القرآن، من شرق النيل منطقة ود أبو صالح. حلقة جديدة من الشروق مرت من هنا من ود أبو صالح، أولى محطاتنا في حلقتنا الليلة، ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة من ود أبو صالح. نحن الآن داخل مسجد الشيخ محمد الأمين ود أبو صالح في الخلوة وفي المسجد وفي المسجد كله، محطة جديدة وسؤال جديد، نتابع مع بعض. طيب نحن سعيدين زي ما قلنا لكم نكون في مسجد أبونا الشيخ محمد الأمين ود أبو صالح، ومعانا برضو تشرفنا كثير بمقابلة أبونا الشيخ الخليفة عبد الصمد، مرحب بك كثير، ونحن سعيدين ودارينك تكلمنا عن المسجد. البلد معروفة بلد غرام، بلد تقابة، من تاريخ وزمن بعيد، ود أبو صالح ذات القلاوي الشيء اللي بتقدمه للسودان كله دينيا. الطلبة اللي بيقولوا عندكم من وين؟ هل ناس المنطقة بس ولا كل المناطق؟ ود أبو صالح ذات الخلوة قالوا لها فروع تانية، يعني غير المركز هنا في فروع بتتواصل معه. هذه البلدة أسسها الشيخ محمد أحمد أبو صالح، طبعا نحن بنحسب بالتاريخ الهجري ما بنعرف الميلادي. نعم. فهو أسس سنة 1240، وأسس هذه الخلوة. نعم. وكان قبلها مسيده هناك جوار السمرة، جوار السمرة ذيك اللي بغاد المضبان. نعم. كان مسيده أول مرة هناك. نعم. وبعدين قال لي أولاده المدينة دي قربت لنا وتخرب علينا القرآن ده. نعم. عشان كده دا ناخذ الخلة. عندنا فرع هذا قريب مننا في القرية من ورا هنا. نعم. وعندنا فرع هناك في شرق الجزيرة، حتى اسمها قرية المغاربة شرق الكاملين. نعم. وعندنا فرع هناك في الجزيرة حتى اسمها راس الفيل. طيب من الناس المعروفين في السودان مرقوا منكم حفظ هنا تذكر منه؟ منهم الشيخ الصديق أحمد حمدون، يا سلام، المغري الغاري المعروف في الإذاعة. نعم. وكثيرا منهم، لا أحصيهم عددا، لكن ده عشان رجل مغري في الإذاعة، ومنهم شيخ عبد القادر الفادني. طيب ونحن والله حقيقة سعيدين بالجمع. الناس اللي بيقولوا عندكم ديل هل هم ناس المنطقة؟ لا 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 لا، لا. الناس اللي بيقولوا عندنا ديل من كردفان ومن كل ولايات السودان، ومن تشاد، ومن اثيوبيا، ومن الكاميرون، ومن زاير، كل الأجناس دي موجودة هنا في المسجد ده. والله ده شيء كبير وشيء عظيم، ان شاء الله ربنا يديكم الصحة والعافية. آمين. ويقدركم ويتقبل جهدكم الكبير ده ان شاء الله. آمين. آمين. سؤال اخير، ان احنا ما دايرنا طويل عليك وعارفين مشغولياتك، لكن داير اقول التخريج من الخلوة الحفظة عندهم زمن معين ولا حسب قراية الزول؟ حسب قراية الزول. عادة بيطلعوا في كم سنة؟ الزول المجتهد في 4 سنة يمرك حافظ، يمرك حافظ، طب مجوز ما شاء الله. اي الزول شوية تعبان ولا قراته تعبانة ولا ما مجتهد بياخد 5 سنة 6 سنة. 5 سنة 6 سنة. والآن الدفع لا تحصى ولا تعد الخارج، لا تحصى ولا تعد، الحمد لله. مما بدل يعني أقل شيء كل سنة بخرج له 45-50 طالب ما شاء الله. طبعا. نعم، ربنا يديك الصحة والعافية، ونحن ما دارين نوقفك أكثر من كده. بارك الله وكتر بي. خيرك وجزاك الله خير، وذات وقفتك لينا وقومتك لينا ما قصرت. نحن ربنا الله، الله يديك العافية، تفضل وخذ راحتك. الله يسلمك، بارك الله فيك. الاسم بتاع ود أبو صالح ذاته، الاسم جاي من وين؟ المنطقة سموها ود أبو صالح ليه؟ أنت منو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم عمر حسن رسول الشيخ محمد الأمين أبو صالح. عمر، الاسم جاي من وين؟ ود أبو صالح المنطقة دي ليه سموها ود أبو صالح؟ سموها ود أبو صالح لأنه الشيخ زاده جده اسمه ود أبو صالح. الشيخ منو؟ الشيخ محمد احمد ابو صالح. ها؟ الشيخ الكبير محمد الامين، اي مؤسس القريه، الشيخ الكبير سموه عليه. نعم يا. يعني الاسم بس جاي من اسم جده. نعم يا. طيب دي جابه ناخذها نتعرف عليه. الصادق ياسين الصادق. الصادق من ود ابو صالح. من ود ابو صالح. الاسم جاي من وين؟ من الشيخ احمد ابو صالح الكبير. الشيخ احمد ابو صالح، ابو صالح. نعم. تمد عليه. نعم. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. صديق موسى محمد الامين. منو؟ صديق موسى محمد الامين الصديق. مرحب بك، من ود أبو صالح هنا. اي الاسم جاي من وين؟ من الشيخ احمد صالح. الشيخ احمد صالح. صالح. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. مولاي صلاح الصديق احمد.
منو؟ برعي صلاح الصديق احمد. برعي صلاح من وضب صالحين؟ وضب صالح. الشيخ البلد سموها وضب صالح ليه؟ جات من الشيخ محمد وضب صالح. محمد؟ طيب مرحبا بكم، متواصلين معنا نتعرف عليك. نعم، اسمنا الفكي موسى الشيخ محمد ابو صالح. مرحب حبابك عشر. الاسم بتاع وضب صالح جات من وين؟ المنطقه كوكو. من وضب صالح، جدنا الاول عامل المسجد في حته اسمها المغير. نعم. حد السمره. نعم. وبعدين الشيخ ابنه. نعم. ابنه احمد نقل من هناك يسكن هنا. نعم. لما سكن هنا عمل بير وعمل الحفير. نعم. الناس قلنا بتطرحها الاله حبه حبه. حبه حبه. سمت المنطقه بالاسم عليه. هي سمت الاسم باسم ابو صالح. ابو صالح. مرحبا بكم، متواصلين معكم نتعرف عليك. زبير علي المقدم. زبير. نعم. مرحبا بك، الاسم جاي من وين وضب صالح؟ كان وضب صالح ده بيقول رايل صالح، سموه وضب صالح. الرجل الصالح. نعم، سموه وضب صالح. نعم. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق، نتعرف عليك. بدوي مصطفى ابراهيم. منو؟ بدوي مصطفى ابراهيم. بدوي. الاسم جاي من وين؟ من ابو صالح. ابو صالح منو؟ صالح، الرجل اسمه صالح. رجل اسمه صالح. نعم. سمى ذلك. طيب احنا سعيدين انه كنا سالنا الشاب ده، وبرضه قالوا عنده انشاد يقدم لنا، نسمع منك شنو؟ نبي المنصور نبي مراد له وزور نبي، نبي المنصور نبي مراد له وزور نبي، مولانا حي غفور ناح الحيل المسايور، أهل المدينة مسور نبي ليل غبو يشلع نور نبي، يا النبي المنصور نبي وزور نبي، سنيت بالمنصور نال في كفه حيصور نبي، يوم السماء تمور نبي بجاهكم في سرور نبي، نبي المنصور نبي ناول وزور نبي، القام آخر الليل ناول عبد ليل جليل يا حليل امدل نبي وناس يغيب الليل نبي، نبي المنصور نبي وناول وزور نبي، القام في الاسحار ناول وال الاستغفار الدمعهم قطار نبي وناس يفقدوا اليار نبي، نبي المنصور نبي وناول وزور نبي، القام في الهجعار أنا ما ضيع له كار واشتغل بشيكات نبي ويا أحلى الزمان وفات نبي، نبي منصور نبي وناول وزور نبي، ورقى السحر ضوانا وجارح الفؤاد يوان بطائر في اليوان نبي مراد سغيوان، نبي المنصور نبي وناول وزور نبي، قراب مكروبا انا وجرد اللالوا يا اخواني فاذوا انا يا احلى لهم طوى النبي، نبي المنصور نبي وناول وزور نبي، ود البدر المغرور طالب الكريم وغفور بطائر وامور نبي، اوصل ضريح وزور نبي، نبي المنصور نبي وناول وزور نبي، وصلوا والسلام نو علي النبي الاعظم يوم الخلود لو انا به الجميع اسلم النبي، نبي المنصور نبي وناول وزور نبي، يا النبي المنصور نبي مراد له وزور نبي، نبي المنصور نبي وناول وزور نبي. نحن سعيدين اخواننا عمر شاركنا بهذه القصيده وهذا الانشاد، وسالنا عن الاسم جه من وين، واول زول قال اجابه صح بيكسب معانا، قلنا اسم ود ابو صالح جه من وين، وهي طبعا اتسمت على الشيخ محمد الامين ابو صالح، وعمر اول زول سالنا قال الاجابه الصح، عمر فاز معانا، مبارك له يا اخواننا، و تكبير لعمر، تكبير لعمر يا عمر، نمشي العربية يا عمر، نمشي العربية. مبارك لأخونا عمر الفايز معنا في محطتنا دي من ود أبو صالح، عمر فاز بخلاط مقدم من قناة شروط، تكبير لعمر يا إخوان، ثاني تكبير، نفتح العربية نشوف
مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من ود ابو صالح. نحن في واحد من الصروح الكبيره في ود ابو صالح، مستشفى ود ابو صالح، لكن سؤالنا عن التعليم، محطه جديده وسؤال جديد، نتابع مع بعض. ما شاء الله طيبين اخوان، الله يكرمكم بارك الله فيك. طيب نحن مرحبا بكم، قلنا في سؤالنا عن التعليم، بنزل يا اخوانا والعارف الاجابه يحتفظ بها وحمر على كل الناس عشان ما يشيل زول اجابته ويفوز به. سؤالنا المدارس، اول مدرسه ابتدائيه واول مدرسه ثانويه في ود ابو صالح. كان قلت لنا تاريخ اول مدرسه ابتدائيه انت كسبانه، وكان قلت لنا الثانويه اول مدرسه عملها 200 برضه نقبلها منك. هذا يا هذا قالت لي ما بعرفي قالت لي انت ساكنه في ود ابو صالح؟ ساكنه في ود ابو صالح. طيب القريبه لي هنا المدرسه الثانويه، الثانويه دي بتتذكري عليها كم سنه؟ 92 الثانويه. 92 دي القريبه. الابتدائي حضرتيها؟ حضرتها. يعني انت موجوده في ود ابو صالح؟ بنوها؟ موجوده في ود ابو صالح. بنوها سنه كم عارفه؟ والله ما عارفه، لكن لها 30 سنه. 30 سنه. طيب نخزي من اثنين معك الواحد 43 65 كان يوريك الاجابه بعدين. خلاص خليه، اذا ما لقينا اجابه ندي خيارات. الورانا ده ذاته، مرحب بك، كيف الحال؟ نتعرف عليك. دمني طيب. دمني عبد المنعم، مرحب بك. نحن سعيدين نكون معكم. المدارس، اول مدرسه ابتدائيه ولا ثانوي في ود ابو صالح؟ مدرسه ثانويه سنه 1985. خمسة؟ 85 و80 ان شاء الله ربي يديك لها بوكس غير المدرسه. الله يديك العافيه. نتعرف عليك. مصطفى عثمان. منو؟ مصطفى عثمان. مصطفى عثمان، اول مدرسه يا ابتدائيه يا ثانويه؟ والله ثانويه. ها سنه كم؟ 84. 84. الله يديك لها بوكس بارك الله. نتعرف عليه. صديق عمر عبد المنعم. صديق، اول مدرسه ابتدائيه ولا ثانويه تختار؟ الثانويه. 2005. 2005 و5. طيب ناخذها اياه ونتمنى لك التوفيق. نتعرف عليه. طيب حسن. الطيب حسن الاساسيه. البنيه الاساس. نزل من انت دار الاساس؟ اي. الاساس سنه كم؟ 1987. 1987 الاساس اختار. طيب متواصلين معاكم نتعرف عليه. محمد عمرين. محمد عمرين. 1985. دي هذا فوقي. الثانويه. الثانويه 85. نتعرف عليه. النور ابراهيم بلا. النور ابراهيم. ابتدائي 1964، الثانوي 1993. 93 و90. نتعرف عليه. الطيب عمرين. الطيب عمرين. 1996 دي الثانوي. بالثانوي. 69 الاساس. 69 الاساس. طيب متواصلين معاكم نتعرف عليه. عبد الحميد عمر. عبد الحميد عمر. هالمدارس 1956 دي الابتدائيه. 56 الابتدائيه مع الاستغلال. نعم. والثانوي. الثانوي 1995 مع الحج. نعم. قال نعم والله مشيها ليس والحج كل سنه. نتعرف عليه. اسماعيل بكر. اسماعيل بكر. 1970 ديشني الاساس. لذا ولا جنسيتك؟ لانه انت رقمك براو. 1970 الاساس. ما هي بالنهايه. ما هي بالنهايه. هاي ما قلت لك جاي جاي. اليوم اصلا ما اختلفت. بس شفت شخصك بختك. انا قلت 1970. طيب الثانوي لانه اقرب بتخط لها كم؟ لا الثانوي يا ابو عبد الله. لا يعني الثانوي قلنا برا. كنت لا كنت برا مطيع. الله يعني ذكر، لكن انا ذكر الابتدائيه بس. الابتدائيه 70. 70. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. السلام. عمر احمد. عمر احمد. نعم. الابتدائيه. اها. 1969. اها. والثانويه 1975. 75. 70. اخذناها اجابه. ونجي بيجينا نتعرف. محمد حامد عبد المنعم. محمد حامد عبد المنعم. المتوسطة كانت المتوسطة 1979. الأساس 1969. 69. متواصلين معاكم نتعرف عليه. معك حمدين ياسين محمد. بعتقد انه الابتدائي 1982. 82. والثانوي 1996. 96. نتعرف عليه. عامر حامد عبد المنعم. عامر؟ عامر حامد عبد المنعم حامد. هيا الابتدائي ولا الثانوي؟ الابتدائي. كم؟ 62. 62. ناخذ اجابه نتعرف. قسم فضل المر الحاجه. الابتدائي 62 والثانوي 92. 92. 62 92. 92. ناخذ بس. عمر الطيب. الابتدائي 64. الثانوي 95. مرحبا بكم، احنا سعيدين نتواصل معكم. محطتنا دي كانت عن التعليم في ود ابو صالح. التعليم الحمد لله في ود ابو صالح، ثلاثة مدارس للأساس ومدرستين للثانوي. سؤالنا كان أول مدرسة للأساس اللي عملت سنة كم؟ وأول مدرسة ثانوي. وقلنا لهم يا إخواننا السؤال جهتين، اللي بيمسك في أي جهة دزولنا، نحن أصلا ما دايرين براك وأنتم جايبيننا لأنه جايزة وما بنرجع أصلا ما حصل عريض رجعت لها في جايزة. الابتدائي يا إخواننا كانت أول مدرسة 1964 والثانوي 1995. أول زول بيقول الإجابة الصح بيكسب. وانت مرقك الابتدائي ما مرقك الثانوي. هاي حوالي الابتدائي 6 سنة كك مرقتك فيها غادي. انت منو؟ النور ابراهيم. صفقة للنور يا اخوانا، صفقة حارة.
ايه ناصر الشروق. الله يديك العافية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اسم ابناء الضب صالح، نرحب بقناة الشروق ونتمنى لهم زيارة موفقة بقرية الضب صالح. الله يديك العافية. نمشي العربي نشوف جيش النور. ابراهيم بلل الفايز معانا في محطتنا الليلة من الضب صالح، بنحييه. سؤالنا كان عن أول مدرسة ابتدائية في الضب صالح وأول مدرسة ثانوية، وقلنا الخيار للناس اللي بيختار أي إجابة صح بيكسب معانا. الابتدائي 1964 والثانوي 1995. النور قال الابتدائي ب 1964. بنبارك للنور، صفقة للنور يا اخوان. النور فاز معانا ببوتجاز مقدم من قناة الشروق، احنا بنحييك ونفتح العربية نشوف جايز النور. مرحبا بكم، بنحييكم من الضب صالح، محطة جديدة وسؤال جديد ونتابع مع بعض. يا شيخ ان شاء الله طيب. ها؟ ما شاء الله. يا سلام. الله يديها العافية، ابشري بالخير، ابشري بالخير. تمام التمام. والله مرات يا اخواننا الصمت تعبيره أكبر من الكلام. ما شرط الزول يعبر في الترحيب بصمته وترحيب بالناس عينوا لك سيد تعرفهم مرحبين بك. سعيدين نكون يا اخواننا مع اخواتنا النساء والضب صالح هنا محطه. بنسال السؤال يا اخواننا والعارف الاجابه يصمت وساعدونا بالسكوت، ما في دارين كلام ويسمعوا السؤال، والعارف الاجابه يحتفظ بها ما يتكلم. طيب انا سعيدين نكون في الضب صالح ونتواصل. قلنا لك نتعرف عليك، الاسم منو؟ علوية الصديق محمد حيمون. علوية الصديق مرحب بك. لحد على صديق كفاية، الباقي دخلني معك بيساعدك في جواز في جنسية. الحمد لله قريب لي 3 أيام و4 يوم من العمرة. جيت من العمرة الحمد ما شاء الله. طيب عندك باقي زمزم؟ الحمد لله. دخل لي موضوع بعد التسجيل. لا والله هاي بعد انتي من سؤالنا دايما نشوف باقي زمزم دي. اي والله. طيب سؤالنا، مستشفى الضب صالح ده بشكله الجديد ده اساسه سنة كم؟ والله ما بتاكد، ما بكذب عليك، مش الضب صالح ما متاكد. انت مولودة هنا؟ مولودة هنا. طيب زمان كان عندكم شنو، مركز صحي ولا كان؟ عندنا مركز صحي. بعد المركز الصحي بيقى مستشفى؟ اي بالحيل الحمد لله بيقى مستشفى. طيب المستشفى قاعده تمشي بالحيل؟ طيب فيه شنو مستشفى ده؟ والله الحمد لله عنابر فيه، اي جاهز ولاده. والله الحمد لله جاهز من كل شيء. طيب قبال المستشفى كنت تمشي وين؟ والله يمشي بس المستشفى دي نقطه الغيار دي يمشي على يجي المرضات ممكن ترجعوا ده. منو؟ لا غير الغيار يعني، لما عندكم الفحوصات الكبيره اقرب لكم منطقه كانت وين؟ الخرطوم. ليه الخرطوم؟ بس الخرطوم ما في بغيره، ما في حاسه بقيتوا بيجي عندك الا تستحصل حاجه، الا بس تكون شنو الاسعاف يودينا الخرطوم. الله ان شاء الله ربنا ما يجيب الاسعاف ان شاء الله. طيب احنا سعيدين نتعرف عليه. زينب الصديق موسى ابو صالح. زينب الصديق مرحب بك، من ود ابو صالح هنا. نعم. ود ابو صالح دي احياء؟ هي غره مقسمه. مقسمه فرقان ولا احياء بسموها انتوا؟ احياء. احياء شنو شنو؟ حي وضع أبو صالح ذاته وحي شعوذ الكريم والحسوباب والبنبوناب مخنجر والقروناب والكديوة. طيب سؤالنا، المستشفى بشكل الحديث ده داس سنة كم؟ عام 2005. 2005 على ما احتغط كده. على ما وكم ما احتغط؟ إجابك. على ما تعتقد 2005. وحلة يوم ودك بلوش نتعرف عليه. اسلام الامين البشير سعد. اسلام. نعم. مرحب بك. انتوا يا تحي هنا؟ نحن الحي الشمالي. الشمالي. المستشفى بشكلها الحديث ده داس سنه كم؟ 2006. 2006. نعم. كانت مركز صحي. كانت مركز لكم مستشفى ريفي. مستشفى ريفي. نعم. بعدك بقى طيب ثاني يعني غير ناس وضبوا صالح هنا، هالمناطق اللي بتجي للمستشفى جنبكم شنو؟ الشعوذ الكريم. أه. السريريه. أه. علوان. أه. ابزوليك ابرق، يعني كل الغرى اللي حوالينا كل الغرى بقت مركز المستشفى. بقت مركز. نعم. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق، متواصلين معاك ونتعرف عليك. اهلا وسهلا. سلام الامين البشير سعد. ام سلمه مرحب بك يا تحي. الشمال. طيب المستشفى اتعمل سنه كم؟ 2005. 2005 وخمسة. نعم. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليك. مرحبا، معك نوره سعد البشير. منو؟ نوره سعد البشير. نوره مرحب بك. المستشفى اتعمل سنه كم؟ عام 2006. 2006.
متأكدة؟ متأكدة. ولا قلتها نفخة ساكتة؟ لا لا متأكدة. لأنه 2006 طوالي كده قلتها كده متأكدة منها. متأكدة منها. طيب ناخذ إجابة نشوف التأكيد نتعرف عليك. معك رميسة الصديق المبارك. منو؟ رميسة الصديق المبارك. مرحبا بك نحن سعيدين نكون معاكم بنزل. المستشفى ده عمل سنة كم؟ 2006. 2006 وستة ناخذ إجابة نتمناك التوفيق. مرحبا بكم متواصلين معاكم نتعرف عليك. الاسم هناء الأمين البشير سعد. هناء. المستشفى ده عمل سنة كم؟ والله 2006. 2006 ناخذها ياما نتعرف عليك. خديجه خلف الله محمد الامين. منو؟ خديجه خلف الله. خديجه مرحبا بك. مستشفى ده عمل سنه كم خديجه؟ 2005. 2005 انا اللي عاجبني الناس ينقصوا ناس يزيد عليك كيفه. نتعرف عليك. مسيبه عليوتي. مسيبه. المستشفى ده عمل سنه كم؟ 2004. 2004 ماشيين على النقط. مرحبا بكم متواصلين معاكم نتعرف عليك. هاجر الصديق موسى. هاجر الصديق موسى. المستشفى ده عمل سنه كم؟ 2005. 2005 طيب انا حسعيدين نتواصل معاكم نتعرف عليك. ملاك البشير سعد. ملاك مرحبا بك. سؤالنا المستشفى ده عمل سنه كم؟ المستشفى تاسست 2005 واتفتحت 2006. تاسست 2005 بعد سنه حتى فتحت. ايوه. العيد ده كان جاي من برا ولا ايه؟ تاخرت. طيب قبلنا جاء 2005 افتتاح 2006 نتعرف عليك. مرحبا. اصلاح الامين البشير. اصلاح الامين البشير. مرحبا بك. ونحن سعيدين انتوا جاتوا حي في وادي بصالح. الحي الشمالي والشمال الشرقي. حي الشمال الشرقي زيته زي الكورة يقول لك ضرب ركنية ويجي الشمالية الشرقي. الحي الشمال الشرقي من طيب مقسم الشمال وجنوبي وسط وكذي. والله وسط وشمال هي ما أسماء رسمية يعني لكن معروفة. هي اتجاهات يعني نحن شمال وضب صالح جنوب وضب صالح وسط. أيوة. طيب ده هسه نحن الواقفين فيه ده هو الشمال الشرقي. ايوه ده الشمال الشرقي. المستشفى بالاحرى لان المستشفى اقرب. طيب حي المستشفى. المستشفى عملها سنه كم؟ المستشفى التاسيس كان شغال من 2005 لكن الشغل الحقيقي كان 2006 لانه انا تغني المعمل واول كادر كان شغال في المستشفى. في المستشفى. ايوه. طيب طيب نحن اللي لقينا زول من المستشفى التخصصات الموجوده عندكم شنو؟ حاليا ما في تخصص بعينه. كان في نساء ولاده العمليه شغاله العمليه الصغيره في اشعه في معمل في صيدليه في عنابر يعني ما الوضع كويس الحمد لله. المناطق اللي بتيجي تعالج عندكم؟ كثيره. سريريه شعوذ الكريم الدلو العريقي باب زليق لغايه وتحسونه ممكن والدلمين. نعم. كل المناطق تيجي تعالج عندها. طيب الاطباء والموجودين ديل اولاد المنطقه ولا ناس بيجوكم من برا حسب وزارتك؟ والله على حسب. في كوادر من المنطقه وفي كوادر بتجي من برا. بتو كوادر المنطقه. ايوه طبعا هنا كوادر المنطقه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. نتعرف عليك. سلام. هاجر الخليفه المامون. هاجر مرحبا بك. المستشفى ده عمل سنه كم هاي؟ 2005. تاسس 2005. ايوه اتفتح 2006. 2006 تاسيس 2005. طيب متواصلين معاكم نتعرف عليك. سمية السراي عبد الرحيم. منو؟ سمية السراي عبد الرحيم. مرحبا بك. انتوا الحي شنو الشمال الشرقي؟ حي الشمال الشرقي. نعم ده الشمال الشرقي. المستشفى ده عمل سنه كم؟ سنه عمل 2005 ولا اساس 2006؟ 2005 التاسيس. نعم وفتح 2006. نعم. طيب انا سعيدين نتواصل في وضب صالح ونحن في الحي الشمالي الشرقي ونتعرف عليك عما نحن قدام بيتك ما شاء الله تبارك الله برضو نعرفك. الأمين البشير سعد أحمد. الأمين البشير سعد ما شاء الله. حي الشمال الشرقي. حي الشمال. نعم. طيب سؤالنا المستشفى بشكل الحديث ده سنة كم؟ 2005. 2005 وخمسة. طيب أنتوا أصلا اتولدت هنا؟ نعم. وضب صالح. نعم. وضب صالح زمان واستفرق شو؟ وضب صالح زمان كان بلد من الخلوة دي بالقش. نعم. إلى وصلت الدرجة اللي أنت استشفتها هذه. دي الخلوه بدات قش بالقش. نعم. ومشيت تطورت لغايه ما جت باللبنه اللي هي الطوب الاخضر. نعم. ده بنى الشيخ محمد الشيخ محمد الكبير الشيخ محمد ابو صالح بنى مسجد بالطوب اللبنه الطوب الاخضر. نعم. جاب قفاه ابن محمد الشيخ محمد الامين اسس المسجد بعد نقوله من ام درمان. نعم. نقلوه سنه 1318. نعم. توفى 1304 في كثره جرده في ام ضبان. نعم. طيب المساحة كانت أصغر من كده طبعا. أصغر من كده كثير. بيتي ده كان الحلة كلها. بيتي ده مساحة بيتي ده كانت الحلة كلها. يعني في محلات كان بنجري فيها قبل أسماء نقدر نجيب على طولنا فيها. يا سلام. اتوسعت المنطقة وكلهم أهل. كلهم أهل. القبائل الساكنة شنو؟ القبائل الساكنة الأغلبية المغاربة. نعم. يليهم الجعاليين يليهم الشايقية. الشايقين. نعم. لا والله ما شاء الله تبارك الله. طيب نحن ناخذ اجابه ونتمنى لك التوفيق. برضو معانا الشاب ده
نتعرف عليه. حسن الأمين البشير. حسن الأمين ده أبوك صح؟ أكيد. نعم. وده بيتكم صح؟ نعم. قادرين تجروا في بيتكم؟ أكيد. أبوك قال زمان نحن بنجري هيني، هسه البلد بيقى ضيقة في بيتكم، الحوش كيف؟ قادرين تجروا؟ بنجروا بنلعب كورة كمان. أها شو يلعبوا كورة في البيت؟ هل ما لقوا في الحلة سووا في حوش؟ نحن سعيدين بك. دارين نزل المستشفى ده سنة كم؟ المستشفى العمل الفعلي به بدأ في شهر 10/2005. نعم. وتم الافتتاح في 2006. 2006. نعم. طيب نحن سعيدين بك ودارين عندنا مشاركة. أنا عرفت إنك عندك محاولات شعرية جايجة. نعم. نسمع شنو؟ ما أتكلم في حوش كنت أتكلم لنا حاجة عامة. أديك من الدوبيت. الدوبيت نسمع يا سلام يا أخي. دكم ناتل علي ريحة المقصة شركن، وكم نافرات وحوش فوق الأرض بركن، وكم نافرات وحوش فوق الأرض بركن، فارقني لكب وجاعوا فيا تركن. يا سلام. عقب. بلدنا الليلة بيتي بان حداد اتكست. وفاقد البيه ونافرات الوحوش انكست. ساعة الحر عينك من عدوك ما كست، جبت فزيز ابوك الما بتلحق بكست. الله اكبر الله اكبر. ونرحب بيكم نقول لك بزيارتك بيتنا نور والله نور، وكله زينه وجاتنا بسمه وفايحه نسمه وزادت عمرنا الباقي لنا. الله يديك العافيه. الله يديك. والله انا سعيدين نكون. بعدين انا هسه سالت النسوان المحطه دي اغلبها كان نسوان ثانوي على المستشفى، والنسوان في المرض ما عندهم قصص، ومرض النسوان ذاته بيختلف، مرات مرض قروش، مرات مرض فلس، مرات مرض عرس، وامراض بتختلف ما زي امراض الرجال. ده قالوا امه كدي، ابوه توفى طول، والام كبرت كدي، ومرض كثير. كل يوم الدكتور الحكيم نجي الحكيم الدكتور الاخير ده قال لي شوف امك دي عندها واحد من حلين، يا تاكل كستر يا تعرس لها. قالت له دم الكستر عندي لسنون. شوفوا العريس ايه قدر. نحن سعيدين اخواننا نزل من مستشفى الضب صالح. قلنا بشكلها الحديث تأسست سنة كم؟ كانت مركز صحي عادي، وكانت علاجات عبارة عن زي ما قالوا غرفة غيار وكده. سؤالنا تأسست بشكلها الحديث سنة كم؟ اتفقوا في الإجابة أغلبهم. أول زوج قال الإجابة الصح بيكسب معانا. تأسست 2005. أنت منو؟ زينب الصديق. صفقة لزينب يا أخوانا. بنبارك لزينب جائزة مقدمة من قناة الشروق، وربنا يديك العافية. نمشي العربية نشوف جائزة. زينب بنبارك لك جائزة مقدمة من قناة الشروق في محطتنا دي. سؤالنا يا اخواننا كان عن مستشفى وضب صالح، اتأسس بشكله الحديث سنة كم؟ والإجابة الصحيحة 2005. فازت بها اخوتنا زينب الصديق مصعب صالح. زينب الصديق. زينب يا اخواننا فايزة معانا بدربين، لأنه نحن نزال من المستشفى. لا تخطيني احتياطي مع المستشفى. فازت في تلفزيون مقدم من قناة شروق. صفقة حارة يا اخوان. صفقوا لها يا اخوان. بنحييكم من وضب صالح، محطاتنا متواصلة، محطة جديدة، سؤال جديد. نحن في سوق وضب صالح. مرحبا بكم. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. إن شاء الله طيبين. الله يكرمك. الله يكرمك. مرحبا بكم. نحن في سوق وضب صالح، ومعهنا في وضب صالح حفاوة واستقبال. والله لمن جايب له دفر. الناس والله بمرضوا لقطونا لقيط كذا. والله العظيم. هاي وانا قلت لهم بركه جيت في دين، جيت للحفظ مكان قعدت كثير. هاي الناس ما شاء الله حفظوا ناس قران، وبلد يعني بلد خير وبلد بركه. انا بسال سؤال يا اخواننا، والعارف الاجابه يسكت لحد ما يجي الدور، لانه في ناس يلفحوا لفحه كذا ويشيلوا بها جائزه. نعرفك انت منو؟ انا سراج الامين احمد من الضب صالح. سراج الامين احمد مرحب بك. انا بسال من وادي زراعي يا اخوان، وادي زراعي خصب بيجي في الخريف، بقع جنوب والضب صالح على بعد زي 4 كيلو مترات كده، بيزرعوا به والناس بيجي فيه المويه بتجي في القريب وبيستخدموا الناس للزراعه. اسمه شنو؟ اسمه الحسيب. فوق شنو الزراعه الوالد؟ العيش الفتريتا، ولا في واحدين برضه بيزرعوا هنا حميسي برضه فيهم. اي حميسي ده شنو؟ حميسي عيش برضه. عيش اسمه حميسي؟ اي قدم الحمام؟ لا حميسي ما قدم حمام. حميسي ده وتفحل ولا؟ الله يقول له في بعض من الحميس يقول له ده حق الضب صالح. نعم. حبته سمحه شديد وكسرته بيضاء. ده اللي في الخريف. ده بينزرع غير الخريف ما عندنا. ما عندكم؟ ما عندنا. ويسوي منه اللقمه؟ عازول فيه عصيده كاربه خلاص. والله يا هو العجب العجب لو عملت لهم الحروب. من الحروب والمطر صابه. عازول ما تقول. تدخل كيل بوخ يجي مالك ما تنسى كمان يعملوا لك كذا له خيط
اسمه السمن. السمن خير. زول. طيب من المحاصيل الثانيه بتزرعوها هنا شنو؟ غير الفلخور، ثاني في زراعه شنو؟ في جروف، في شنو؟ لا لا ما عندنا اي حاجه الا العيش. خضار ما في؟ خضار ما عندنا. ما عندكم؟ ما عندنا بس العيش؟ اي لكن مرات بيزرعوا الباميه مع العيش. نعم. في ناس بيزرعوا باميه مع العيش، وبيزرعوا عجور مع العيش. نعم. لكن دي كده ما فضل شيء، باقي بس اللحم. عملت السلطة، عملت البامية، جبت العيش. عجور بس وبامية بس، تاني ما في حاجة. طيب مرحبا بك، نتعرف عليك. عبد الله أحمد محمد أحمد حيمور، وضب صالح. وضب صالح. الخور اللي بنزعل منه ده شنو؟ وادي الحسيب. وادي؟ وادي الحسيب. وادي الحسيب. زراعة طيب. موسمية مطرية، بزرع فيه الذرة بأنواع، فيها هالذرة الفتريتا. نعم. والناس بيزرعوا الدردقو، تبش اسمه. نعم. الدردقو. نعم. بيزرعوه برضه، دي يعني مطرية، ما عندنا زراعة مروية هنا نهاية. متواصلين معاكم من وضب صالح، ونحن سعيدين بهنا. نتعرف عليك. عبد المنعم احمد محمد حيمور. عبد المنعم، الوادي اسمه شنو؟ اسمه وادي الحسيب. وادي الحسيب. نعم. ناخذ اجابه، نتعرف عليك. خلف الله عبد الله حمود المحس كدراني، وادي الحسيب بيزرع في الفتريده فقط، ما في ثاني اي حاجه الا الفتريده. الفتريده. طيب ناخذ اجابه، نتعرف عليك. حامد محمد احمد حامد. من وين؟ وضب صالح. وضب صالح، الوادي اسمه؟ صالح الحزباب. ها؟ وادي الحسيب. وادي الحسيب. الحسيب، ناخذ اجابه وجايين بجاي. صديق عبدي اسمه محمد صالح. منو؟ ابو صالح. صديق عبدي اسمه محمد صالح، وابو صالح. وابو صالح، مرحبا بك. الوادي اسمه شنو؟ وادي الحسيب. وادي الحسيب. ناخذ اجابه، نتعرف عليه. منصور البلد الطيب الحاج. منصور البلد الطيب الحاج. الوادي اسمه شنو؟ وادي الحسيب. وادي الحسيب. ناخذ اجابه، نتعرف عليه. الرحمن الامين احمد. الرحمن الامين احمد. من وين؟ ابو صالح. الوادي اسمه شنو؟ وادي الحسيب. وادي الحسيب. واصلين معاكم، نتعرف عليه. مرحبا. اسمه الامين محمد حيمر من وضب صالح. نعم. الوادي اسمه شنو؟ وادي الحسيب. وادي الحسب. الحسيب. الحسيب. نعم. طيب ناخذ اجابه، نتعرف عليه. مختار صور طه. منو؟ مختار صور طه. مختار. الوادي اسمه شنو؟ وادي الحسيب. وادي الحسيب. والله ما في غير وادي الحسيب. محمد حيمور. لا، نتعرف عليه. انور احمد محمد حيمور. انور احمد. الوادي اسمه وادي الحسيب. وادي الحسيب. طيب متواصلين معاكم، سعيدين نكون في وضب صالح، نتعرف عليه. ابراهيم الصديق المبارك. ابراهيم. الوادي اسمه شنو؟ فرج الله. الوادي فرج الله. فرج الله. ناخذ اجابه، نتعرف عليه. علي الصديق محمد حيمور. علي. علي الصديق محمد حيمور. مرحبا بك. الوادي اسمه شنو؟ فرج الله. فرج الله. فرج الله. ده اسم زول ولا اسم الوادي؟ اسم الوادي. اسم الوادي. فرج الله. خدنا اجابه بيجاي، نتعرف عليه. محمد عباس اللي بيض الطيب. منو؟ محمد عباس اللي بيض الطيب. محمد عباس. الوادي اسمه شنو؟ وادي الحسيب. وادي الحسيب. مرحبا بك، تعال بجاي. مرحبا. نتعرف عليك. عبد العظيم محمد. عبد العظيم. الوادي اسمه شنو؟ وادي وين؟ الوادي يقع جنوب ابو صالح، 4 كيلومترات، يتملي في الخريف، وادي زراعي خصب. وادي الحسيب. وادي الحسيب. ناخذ اجابه، نتعرف عليه. طيب مصطفى ادريس. طيب. الوادي اسمه شنو؟ وادي الحدبه. وادي الحدبه. الحدبه. طيب ناخذ اجابه. نحن سعيدين يا اخواننا والله نكون في ابو صالح، واي زول عنده راي واي زول عنده فهم، والله هي محبه في الله، كل زول بيعبر عنها بطريقته براه. واحد يقول لك اصلا ما داير سؤال، ما داير يا بس داير يسلم ساير والله. واللي يقول لك يا اخي والله يقول لي النكته كذا، يقول لي النكته وانا مارق ذاتي، والله جايزه ماني دايره. فاي زول عنده طريقته لتعبيره، نحن سعيدين بهم كلهم، وفي النهايه نحن والله من هناك جايين هم ناس وضب صالح وسعيدين بهم. سؤالنا كان عن الوادي الزراعي الخصب البقع جنوب وضب صالح، ب4 كيلومترات تقريبا، وزراعي موسمي بيتملي في الخريف، وبيمشي مرات يصل لحد الخرطوم صح؟ لحد بيخش البحر هنا بالبشاقرة. بالبشاقرة كوتران. بكوتران يصل لحد البحر، يعني وادي بيجي بالخريف مع المطر. سؤالنا قلنا الوادي ده اسمه شنو؟ كل الإجابات أغلبها تشابهت، وزي ما قلنا ناس المنطقة الواحدة يا إخواننا حاجات بيعرفوه اللي يعرف الجد. والله انا في ناس لقيتهم في الغردين في بقره كورك، ولا بقره ناس في لا والله صوته بس كده يقول لك دي ناس. خلي ما بالك منشاه كامله والله حاجه موجوده، ده يزول بيكون الشافع بيعرفه. لكن ذكرت جماعه قالوا النكته، النكات كثيره، كان في الزراعه كان في نائ. دائما الناس بيرجوا الزراعه زي دي بيعرسوا بها، يقول لك السنه دي جبت عيش سميح بعرس، هاي جبت ليش ولا سمح كمان بيدبلوا بين ها؟ بيدبلوا بين. لا لا والله زمان دبلوا يدبلوا بالخضار بس. يا حرام والله. حرام. لا ما دبل ما داير له عيش، العيش داير للمره الاولى، لكن والله دبل دبل بتيخ سايب تبقى مارك.
بعدين عندنا واحد قالوا ظروفه تعبانه كده يعني ما جاي، والبيت الدائره هلا مرطبين، بقت له مساله صعبه، داع اللي بيكلفوا لعرسه كله ما شافوا ولد خير بيجهجوه يعني ما وقع ابو الرخا. بعدين وقت غلب حيله قال للبيت يا اخي انت ما تقولي لها اللي قدر ياجنا ده ينتحر، يمكن يوافقوا كده ينضغطوا، اللي قدر ناس مشاعر هاي ما زي احنا دي ناس مشاعر يمكن يحسوا يدسروا. البيت فعلا قالت لهم قال كذي، قالوا له طوال يجي خافوا عليه. البيت مولوده ب 5 مليون ولاده دي بيضيعوها ساي، وذاك غباش يوم وجاهم طبعا البيت عماره، جا دخل عليه ابوها قال له يا اخي مرحبا بك وانا داير البيت هاي. قام قال له يا اخي انا عندي شرط واحد، توافق بوديك البيت، ما توافق بعتبر الموضوع منتهي. الولد طبعا خاف، البيت قالت له وافقين، قال له حاج شرطك شنو؟ قال له البيت دي تسكن في الطابق اللي فوق لي. قال له الله حيطه طيبين طيبه عليه الطلاق، انا لبسته جايبه طلب السكنه فوق دي انا جايبه طلب من هنا، انتوا عاملين شرط عشان هذا الطيب حتى هو ده راجي الخور يجيب له العيش ويبقى ذو العرس. الخور اسمه شنو؟ الحسيب. وانت منو؟ انا سراج اللبين احمد. صفقه لسراج يا اخوان، مبروك عليك نمشي العربيه يا سراج. بنبارك لاخونا سراج الفايز معانا في محطتنا دي، في سؤالنا كان عن الوادي الزراعي الخاص والبقع جنوب والضب صالح باربع كيلومترات، وبيجي موسمي في الخريف بيعمر الزراعه في المنطقه، يزرعوا الناس فيها المحاصيل وخاصه الذره، قلنا اسمه شنو؟ الوادي هو وادي الحسيب. سراج هو الفايز معانا. سراج فاز معانا بشوال تبش مقدم من قناه الشروق ومعاه باميه عشان هاي قال باميه. سراج يا اخواننا فاز ببوتجاز، صفقه لسراج يا اخوان. مرحبا بكم، تتواصل مع محطاتنا معاكم من وضب صالح، سعيدين جدا بوضب صالح وبناس وضب صالح، محطة جديدة، سؤال جديد، نتابع مع بعض. سعيدين جدا وفرحانين نكون في وضب صالح يا اخواننا، معانا في وضب صالح، وحقيقة سؤالنا عن المياه في محطتنا دي. أنا بسأل سؤال عارف الإجابة يحتفظ بها يا اخواننا، وبعد ذاك لما يجي الدور عنده، في مشروع ضخم جدا للمياه. يتم تنفيذه في وضب صالح على بعد 30 كيلومتر من وضب صالح. المشروع ده لما يتنفذ حيحدث يعني طفره كبيره في المجال الزراعي، في مجال الزراعي يعني هو مشروع مائي حيحدث طفره في المجال الزراعي. انت منو؟ معك بشير علي عباس علي. منو؟ بشير علي عباس علي. بشير الله ينافي خان بشير علي عباس. جاي من التمرين. التمرين جاي. خانتك شنو؟ خانتي وسط متقدم. وسط متقدم ان شاء الله. ما شاء الله. غالبين ولا مغلومين؟ غالب الحمد لله. الحمد لله. المشروع ده شنو؟ ده مشروع مياه المحس والضب صالح. المحس والضب صالح. المحس والضب صالح. نعم. طيب ناخذ اجابه لك التوفيق. مرحبا بكم، متواصلين معاكم من الضب صالح، ونحن سعيدين جدا والله. بتعرف عليك. الاسم محمد الامين عثمان. محمد الامين عثمان. المشروع اسمه شنو؟ مشروع استورف الزراعيه كبيره. المشروع ده في الضب صالح شريك. الضب صالح شريك. الاسم منو؟ صديق البشير. ابراهيم. المشروع ده اسمه شنو؟ المشروع اللي هو يتم ل مشروع مائي كبير على بعد 30 كيلومتر من السد. سد شنو؟ سد مياه سويد والضب صالح. الضب صالح. طيب ناخذ اجابه جايين بجاي. نعم. معك صلاح سالم فضل نور الحاج. صلاح. نعم. مرحبا بك. المشروع على المائي الكبير ده اسمه شنو؟ السويد. السويد. السد السويد. نعم. سد بسويت. نعم. ناخذ اجابه تتعرف عليك. عوض الصديق البشير. عوض الصديق البشير. المشروع اسمه العسالات وضب صالح، جايبه عن طريق العسالات وضب صالح. العسالات وضب صالح. طيب احنا سعيدين نكون في وضب صالح في محطه دي، سالنا عن مشروع ماي ضخم بيتم على بعد 30 كيلومتر من وضب صالح، قلنا يا اخواننا المشروع ده يعني لما يكتمل بيحدث يعني ثوره كبيره في المجال الزراعي، وقلنا المشروع ده اسمه شنو؟
واول زول قال اجابه صح بيكسب معانا الجائز. انت منو؟ بابكر على عباس علي. بابكر الموضوع موضوع ماي. نعم رباطي ماشي يشرب كله اللي يسمك. يلا يلا جاب له بلطايه صغيره كده قبضها في السناره. مين سناره تبي ينزلها؟ زعلان تكلم في العصايه ماشي. واحد من العله شليك كده قال له قبطها. قال له لا لا قاعد في القيفه يا سلمت نفسها. انا ذاك الرباطي ما قد اشتغل. لا شفته الحمد لله. انت منو؟ بابكر علي عباس. صبقه يا بابكر يا اخوان. طيب اخونا بابكر الفايز معانا في محطتنا عن المشروع المائي الكبير، وقلنا ده السد ود ابو صالح هو مشروع مائي كبير حيتعامل ان شاء الله حيحدث ثوره زراعيه. بابكر فاز معانا بالتلفزيون مقدم من قناه شروق. صفقه يا بابكر. شكرا لهذه الارض الطيبه، شكرا لارض القران، ارض الطيبين، ارض الحفظه، شكرا لود ابو صالح. هذه المنطقة التي استقبلتنا بالحفاوة والطرحاب والإعجاب الشديد، حتى صعبت علينا لحظات في هذه الحلقة من الزحمة، والزحمة كانت نتيجة للحب، نتيجة للإعجاب، نتيجة للكرم والشهامة اللي بيتصفوا بها ناس ود أبو صالح. نحن بنقول شكرا له، مصرين إنه نحن في الختام يكونوا معانا. اول ناس في الختام يلحقونا يكونوا معانا، والله ماسكين فينا بيدين وكرعين. انا احنا نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بوضع صالح هذه المنطقه الطيبه، نتمنى انه نزورها مرات ومرات وخير وافر يلمها ويجمعها ونشوف فيها الخير ان شاء الله. ارض طيبه. حتى الحلقه الجايه بترككم في امان الله ورعايته، بقول لكم دمتم في امان الله.